انا لحد دلوقتي بيتعمل لي منشن على مكنه الفشار دي ويتبعت لي الفيديو ده ويقول لي جربتي المكنه دي ايه رايك فيها، وانا بيكون ردي ان هي عندي وانا جربتها قبل كده وما جربتهاش مره ولا مرتين، انا مش عارفه انا جربتها كذا مره يعني، بس كان بيتقال لي طب ممكن تجربيها تاني وتقولي لنا رايك فيها علشان انا عايزين نجيبها او بنفكر نجيبها بس مش عارفين نجيبها ولا لا. انا هجرب معاكم مش عارفه كام مره مكنه الفشار، وطبعا انتوا عارفين انا رايي فيها ايه، بس برضه هوريكم هي شغاله ازاي وبتشتغل ازاي وبتعمل الفشار ازاي. وده شكل مكنة الفشار، بيبقى ده شكلها ونجربها بقى. وفي طبعا بيسألني هي بتسحب كهرباء ولا لا، لا انا مش بشوف انها بتسحب كهرباء خالص، وبعدين هي اصلا ما بتشتغلش المدة اللي تسحب فيها كهرباء، يعني هي دقيقة دقيقتين بالكتير، يعني هي قليل جدا، وبعدين بتبقى خلصت لي كل الفشار فما بحتاجش ان انا اشغلها كتير. وهي معاها المعلقة المعيارية دي اللي انا احط بيها بس دول شوية الفشار اللي هي محتاجاهم، احطهم كده هنا وهرجع الغطا ده كده وهقفل الفتحة دي بالمعلقة علشان ما تنطورليش الفشار، وبعد كده بشغل الزرار بشتغل. ومجرد ما واحدة بتفتح هنلاقي كله فتح بعديها في ثواني، مش هياخد وقت يعني، بس دلوقتي علشان بيسخن يعني كده ريحته ابتدت تظهر، اهي فتحت كله هيفتح بقى على طول. تمام، متشكرة جدا. بس كده اطفي على طول، لان هو المشكلة بقى الوحيدة بتاعت المكنة دي ان هي ما بتفصلش، هتفضل شغالة وطول ما الفشار فيها هتفضل بقى ايه ان هي دي بقى تحرق الذرة. اول ما احس ان خلاص ما بقاش فيه صوت طقطقة اقوم انا اللي على طول قافلة الزرار. واحسن حاجة برضو بتعجبني في المكنة دي انها ما بتحرقليش واحدة الذرة، كله بيتعمل ويبقى لونه ابيض كده وجميل. بصوا في المكنه من جوه بتبقى زي الفل ما فيهاش اي حاجه. دي كده كل الحاجات الحلوه اللي انا بحبها في المكنه دي. ايه بقى هي الحاجات الوحشه اللي انا مش بحبها في المكنه دي؟ ان انا طبعا ما بحطش للدره زيت او سمنه. في قال لي طب ما تحطي جوه المكنه زيت، فلا طبعا الحركه دي غلط جدا وممكن تبوظ المكنه بسهوله. دي من ضمن التحذيرات اللي مكتوبه على العلبه، ممنوع نحط اي ماده دهنيه جوه المكنه. فاحنا طبعا بناكل فشار مش محطوط له زيت ومش حاطين له ملح ومش حاطين له اي حاجه. طيب ما انا ممكن انا احط الملح كده واكله بالملح، بس عايزه اقول لكم برضو ان الملح بيقع منه علشان هو ما عليهوش اي ماده دهنيه، فالملح مش ماسك في حاجه، الملح بيجي على الفشار وبيقع. بس انا جاتلي الفكره ان انا ممكن ارش عليه زيت، يعني لو انا عندي كده بخاك زيت ممكن ارش عليه كده بخيتين زيت كده وبعدين ارش الملح، احس ان كده ايه ممكن الفشار يلزق عليه الملح. والزيت كمان مش كتير، يعني انا رشيت كام رشه بس كده. اعتقد ان كده يبقى طعم الفشار حلو. طب رايي ايه بقى في طعم الفشار؟ الفشار طعمه حلو جدا اول ما يتعمل، يعني هو سخن كده هو لسه نازل من المكنه او يبقى طعمه حلو جدا ويتاكل. لمجرد ما هيقعد نص ساعه هيجلد وهيبقى طعمه وحش، يعني حتى ما بيتمضغش، لا يعني استحاله خلاص يترمي. فهو ده الفرق اللي انا بشوفه، يعني لو كان زي البوتاجاز، يعني البوتاجاز عادي انا ممكن استنى لتاني يوم ويبقى كام واحده كده في الحله اقوم واكلاهم وانا بغسلها، لكن ده نص ساعه بس هلاقي الفشار طعمه جلد وما بقاش حلو.
فانا قلت كده كل العيوب وكل المميزات للمكنة دي، فلو شايفين ان المميزات بتاعتها تغطي على العيوب بتاعتها تبقى حلوة جدا، ولو شايفين ان العيوب ما تغطيش على المميزات يبقى المكنة دي بالنسبة لكم هتبقى فاشلة وملهاش اي لازمة. انا بالنسبة لي هي عجبتني والولاد حبوها وحبوا الجو بتاع الفشار، هو بيتعمل وبرضو حبوا الفشار بتاعها. ولو هتسألوني عن نفسي، طب انت بتعملي الفشار في ايه وانت عندك المكنة؟ لا، معظم الوقت بعمله على البوتاجاز، لكن في اوقات بحب اعمله في المكنة، ولو لوجي وادم حبوا يساعدوني فيه فبعمله في المكنة، لكن لو انا عايزة حاجة سريعة كده سريعة بعمله في الحلة على البوتاجاز عادي جدا.